السلام عليكم الإخوان، ومرحبا بكم، وتحياتي للجميع في الديغنيغ مينيت ديال كانتي ديال يوم الجمعة اللي غيكون على الباري فانسن لوتوستار 2100، البري اللي غيكون 59000 أورو، كورس دي 16 عود ساندري كارد أغوش جران بيس دي باغ أوتوستار. على كل حال غتكون في المساء، وكورس دي وكورس اوروبيان غازولين دي سول عود اللي دار لينا جو غانيون في الاوتوستار مع ماتيو ابريفال، ودار لينا ساتيان في البروفانس. الغانيو ديالو هي اللي خلاته يمشي كعود جران فافوري، كعود جران فافوري، ويولي عندهم دي فيلي كاتر بي من بعد دار بلاكي في الان في البوستيريور و كاتر بي في الانتيريور، مشى في 57 مليون، وكان دار لينا ان اونز، كان دار لينا ان اونز الويت. الا سيدي هي هادي لا فيكتوار على النمرة 14، ومشى في فافوري، والتريز كان دار لينا دوزيام بلاس، والكاتورز كان دار لينا ديسكاليفي كعاود جرون فافوري. المناضحة اللي لاحظت في هاد لاكورس هادي شحال من واحد غادي يقدر ما يلاحظهاش، هادي واحد الكاتيجوري ديال كأصغر الخيول فيهم كانوا فيهم 7 سنين، كأصغر الخيول كانوا فيهم هما لي ستون، يعني كانوا فيها اللي الخيول ديال 10 سنين 9 سنين، وكانوا 11 سنة، كانوا كذلك 11 سنة اللي خلاو هاد الخيول غازولين ديسو زينكو توب هما اللي ربحوا لينا لا كورس. المهم هادي النقطة اللي ربما تقدر تفيدنا، ربما تقدر تفيدنا لأن الويت والآن والويت الويت والآن والويت والديس راه ما غيطلعوش كاملين، راه الويت كونتر الآن باش نكونوا واقعيين. كما كنشوفوا ويت 13 كان ويت 14 غانيو ويت 13 عفوا هو ال 14 دار ديسكاليفي كعاود ايغال على نمرة 10 غابرييل جولورميني. خويو اللي كانوا مشاو كانوا 7 سنين والفوق، يعني ما كانوش 6 سنوات، يعني الحراقيات ما كانوش، دابا الحراقيات رجعوا ودخلوا بزاف وما كاينينش 9 سنين، كاين عاود واحد هو داك الخمسة، وكاينين 6 سنين بزاف سيزون بزاف ديال الخيول كاينين. هذا ما كان الاخوان اللي بغينا ناخذوا الويت ولا الان والطروا والديس والدو، المهم راه هما عاطينا. انا عجبتني ديك الطريق ديال ان طروا هي اللي عجبتني، هايدن الجوست بوستر ان طروا هي اللي عجبتني في هذاك الشيء كامل الاخوان. وغادي نمشيو لعند لينون سيتي 5 و4 بدرجة أولى، وكاين الأونز وكاين تذكر كاتورز، يعني أنا حد لاريفيرا عندي حد الخمسة، حد الخمسة لاريفي عندي حد الخمسة من الويت، يعني ويت أن طروا ديس دو تريز أونز كاتورز كات سانك، يعني جوج ربعة ستة ثمانية عشرة ديال الخيل. ولكن القالب فين كاين؟ القالب عند لي كاتر برومي او لي سانك برومي ديال الفافوري. انا كنقول اما ويت دو اما ويت دو يا اما ان طروا، تنهضروا على لا باز اما ويت دو اما ان طروا، ونمشيو لعند بالاخص 11 4 5 بالاخص الخمسه. الخمسه بشحال غادي؟ غادي غير 19، عاودي خاسر مفصل مدكدكون ومهرشمون، وغادي ب 19. نشوفوا اخر كورسه كي مشى معاهم شحال، مشى معاهم 134، راه دابا واجد هاد الخمسه واجد 93، سبعتاش في الكانسور مير. المهم خوتي هذه هي الديرنيير مينيت، وهذو هما البرونوستيك اللي عندي، حاولوا تلعبوا غير تما، راه ما قاتل حتى شي عاود باش ما يقولش حكا حيدتي لينا فلان وفر فلان. انا كنقول اما لا باز تقدر تكون ان طروا يا اما لا باز دو ويت، هذه القاعده. ندخلوا عند الاخرين،
يعني ندخلوا عند العشره وعند الحداش وعند الربعتاش وعند الربعه وعند الخمسه، نختاروا جوج من تما ونديروا الاكس، واكيد اكيد اكيد غادي نوصلوا النتيجه. تحياتي لكم، خليت لكم الراحه ومع السلامه.